تعد منصة بيتي العقارية التي تم تدشينها خلال افتتاح معرض التمويلات الإسكانية بنسخته الثالثة تعد مركزا إلكترونيا استشاريا عقاريا متكاملا، حيث تتضمن جميع البنوك المحلية والمطورين العقاريين والمكاتب العقارية. نعم، فهذه المنصة العقارية تعرض الكثير من الخدمات الإسكانية للراغبين بشراء وحدة سكنية ترتقي إلى تطلعاتهم وطموحاتهم. منصة بيتي فكرة شاملة ومتكاملة انطلقت لتكون مستشارا عقاريا للمواطن، وذلك بما تضمه من خدمات رقمية تتعلق بالدرجة الأولى بالقطاع العقاري والتمويل والمنتجات الإسكانية المتنوعة. في شكل نقلة ممكن نقول رقمية في الحلول الإسكانية من الناحية العقارية والتمويلية، بحيث أن اليوم المواطن ممكن في أمان وراحة بيته أو في المكتب أو في الحديقة يدخل على هاي المنصة ويشوف شو اللي متوفر من الخيارات العقارية اللي تناسبه، ويقدر هو يحدد الأسعار، المواصفات، المناطق، كل ما هذا. والمنصة أيضا عقب ما يختار هذه تعطي أيضا خيارات مختلفة، يعني حتى لو يختار مثلا وحدة معينة المنصة تعطي الوحدات الشبيهة وبالتالي تخلق له خيارات. في هذا التطبيق المتكامل يستطيع المواطن أن يكتشف جميع الفرص المتوافرة في السوق للاستفادة منها بحسب محافظات المملكة ونوعية وحجم العقار، كما يتيح له الانتقال إلى مرحلة التمويل مع توفير جميع الخيارات من البنوك المحلية أو بنك الإسكان. وإحنا من أول ناس اللي انضمينا منصة بيتي وضفنا فيها عقارات. حاليا احنا عندنا تقريبا حوالي 1500 عقار في منصه بيتي، وحصريا حق المعرض احنا مقدمين تقريبا جواز 10000 دينار بينها فوتشرات تخفيضات، وحق اي حد يشتري معنا عقار من المعرض احنا كشركه بس لوكيشن نتحمل اول قسطين من القرض، وفي عندنا تخفيضات في جميع العقارات اللي عندنا اياهم احنا كشركه نتحملهم، وعندنا دعم من المستثمرين اللي عندنا نقدم حق العقارات الموجوده. طبعا منصه بيتي يمكن لاول مره يكون في منصه يجمع ما بين المطورين والوسطاء والممولين، طبعا هذا يسهل على المشتري، يوفر له بيانات دقيقة وبكل شفافية، وهذا تشجيع كبير للقطاع، وإن شاء الله بيكون في تشجيع لعدد الصفقات، ويعكس اهتمام الوزارة والحكومة القطاع العقاري والسكني في البحرين. هذه المنصة تأتي متماشية مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، حيث تجمع كل ما يتطلبه المواطن في تطبيق إلكتروني واحد يعمل بالتكنولوجيا العقارية العالمية، وهي بروبيتك على قرار فيتنك التي تعنى بالتكنولوجيا المالية. منصة بيتي تطبيق متكامل يقدم حلولاً إسكانية تحت مظلة واحدة من خلال موقع إلكتروني يضم أبرز المشاريع الإسكانية التي يقدمها المطورون في البحرين، بالإضافة للجهات التمويلية، فتقدم للمواطن بأسلوب جذاب بما يرتقي لطموحاتهم في الحصول على بيت العمر. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.